عملوها الأبطال وفرحونا الوحوش. الله على أولادك يا مصر. بعد مباراة ماراثونية تألق خلالها اللاعبون والجهاز الفني، نجح الفراعنة في بلوغ الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون، وذلك بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار العنيد بنتيجة 5-4 بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية في دور 16. مباراة كبيرة قدمها أبطال مصر بعدما نجحوا في السيطرة على مجريات اللعب وصنعوا العديد من الفرص وكانوا أصحاب الكلمة العليا في المباراة، بداية من محمد الشناوي حارس المرمى الذي نجح في الحفاظ على عذرية شباكه حتى تم استبداله بأبو جبل بسبب الإصابة، ليقدم البديل أداء ولا أروع وينجح في التصدي لركلة جزاء ترجيحية مهدت الطريق أمام الفراعنة لبلوغ الدور التالي. وبخلاف الشناوي وأبو جبل، قدم جميع لاعبي المنتخب بقيادة محمد صلاح مستوى أكثر من رائع، أعادوا به للأذهان سمعة منتخب مصر كبير القارة الإفريقية، كما وجهوا رسالة مفادها أن الفراعنة قادمون من أجل حصد اللقب الغائب منذ 12 عاماً. الإطاحة بالأفيال الإيفوارية من دور 16 أزال ضغطاً كبيراً من على لاعبي المنتخب المصري الذين أثبتوا أن التسلح بالروح والاجتهاد هما الطريق الوحيد لاستعادة هيبة المنتخب الذي بات الآن مرشحاً وبقوة للفوز باللقب. يلا نكمل الفرحة النهاردة مع الناس المفرحة، الناس العظيمة، الكباتن الكبار، كابتن طارق. إيه حياة كابتن طارق، مشرف ومنور حبيبة كريم. أنت المنور وبركة، ألف مبروك والحمد لله على كل شيء، وحاجة جميلة جدا، وربنا إن شاء الله يوفقهم بإذن الله. إن شاء الله يا رب. وأيضا الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل، مشرف ومنور حبيبة كريم. شفت كروش حلو إزاي؟ أنت البهجة وأنا داخل لقيتك. انت فرحان لكروش قوي يعني اكتر من مصر. انا اصلا قلت له كنت مقتنع. انا طلبت من زمايلي قلت لهم حاولوا تقنعوا كابتن محمد عبد الجليل النهارده عشان المنتخب مصر هيكسب النهارده. فاعرف بقى اتكلم معاه. انت محسسني ان انا من موزمبيق، ايه معانا فرحان لمنتخب مصر يعني، انما الغلط غلط والصح صح. اتفق معاك طبعا، لما عمل الصح شكلنا حلو صح، لما الف شكلنا بنشحت كوره. ولا يا عم ايدر طبعا. لا كابتن محمد، كابتن طارق بقى قول لنا النهارده ايه اللي عجبك في الماتش؟ لا هو كل حاجه عجبتني، بس اهم حاجتين ايوه اهم حاجتين الحقيقه دول اللي فرقوا معانا بشكل كبير جدا، الروح اللي كانت موجوده صح. والتركيز بشكل غير طبيعي غير المباريات اللي فاتت كلها، سواء في كاس العرب بقى في دوري المجموعات في كاس الامم في كاس الامم. والحاجه الثانيه ان هو عمل الصح زي ما عجلي بيقول ايوه، انا حطيت كل واحد في مكانه. واحنا هنا خلي بالك احنا مش بننتقد الراجل او بنقول حاجه وحشه عليه لا سمح الله. انا قلت لك قبل كده معاك في الحلقه هنا، قلت لك ده سفيه وقوي جدا مش طارق يحيى يقيم كروش صح. يعني كروش مدرب كبير ولكن هو بيعمل حاجات غريبه او كان بيعمل حاجات غريبه صح. النهارده حاطط كل واحد في مكانه مظبوط، حتى لما خسر لعيب مهم جدا في نص الملعب حمدي فتحي، عمل كان في تغييرين، كان في زيزو، وخلي بالك هو كان هيدفع بزيزو قبل اصابه حمدي فتحي صح، وبعدين شفنا مهند لاشين جاي هينزل وكان واضح ان اتقال له هينزل في حاجه اتقالت لمستر كروش فعدل فنزل زيزو صح. اوكي كل الكلام ده احنا قارينه، يعني الحاجات دي بتحصل معانا في الملاعب كتير جدا. هو وجاز المعاون اتناقشوا فقالوا لا خلي زيزو احسن عشان هيفيدنا. فدي اهم حاجتين يا كريم حصلوا النهارده، الروح القتاليه كانت عاليه جدا، دي ما كانتش موجوده خالص. حتى واحنا انت مثلا خسران مع نيجيريا ما حاولتش ان انت ترجع صح. ليه؟ الادوات اللي موجوده وتوظيف الادوات كان سيء فبالتالي المردود كان سيء صح. واحنا هنا انا جيت بعد مباراه اعتقد كنت معاك في كاس العرب، كنت معاك في كاس الامم صح. الحقيقه كان في بنشوف حاجات غريبه، حاجات مش في الكتاب، احنا اتعلمنا حاجات، في ثوابت، الثوابت دي ما كانتش موجوده النهارده. كان في ثوابت، انا بلعب بثلاثه، انا قلت لك 4-3-3 لا تصلح لمنتخب مصر الا في حالتين، حاله واحده اللي هي لو هتلعب بثلاثه ديفندر شغلتهم 6 و8. النهارده تقدر تقولي مين 6 ومين 8؟ هم الثلاثه ستات. برافو عليك، ثلاث ستات مع ليه بقى؟ فلات. ال- 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 الولاد تفوقوا على نفسهم كمان. يعني ما تعرفش النني 8 ولا 6، ما تعرفش السوليه 8 ولا 6، حمدي فتحي الثلاثه كانوا بيأدوا بشكل محترم جدا وشكل في نوع من انواع التركيز الشديد والروح العاليه قوي صح.
ماشي. لما تيجي انت بقى ما تلعبش بثلاثه ديفندر يبقى ما تجيبش تريزيجيه نص الملعب. ده اللي احنا كنا معترضين عليه. احنا مش معترضين على شخصيه الراجل، انا معترض على طريقته في اداره بعض المباريات اللي كانت من الممكن تبقى افضل في ظل لو هو عمل البازل وحطه في مكانه صحيح وبدا الشغل زي النهارده كده. وبالتالي الفرقه كانت النهارده مميزه برغم الاستحواذ كان لكوت ديفوار على فكره في الشوط الاول كان 56 تقريبا واحنا حاجه قريبه كانت قريبه 36 حاجه كده 50 46 حاجه كده بسيطه يعني. كان في نوع من التركيز، كان في زي ما قلت لك الولاد بيأدوا بشكل جيد جدا، الراجل كان صاحي جدا النهارده، تغييراته كانت في محلها. في نفس الوقت برضو بتتكلم على ان احنا كنا دايما بنقول يا كريم ان مش قدرات منتخب مصر دي ابدا ولا لعيبه منتخب مصر ابدا. مظبوط. ده مش تشكيك في اللعيبه ومش تقليل من اللعيبه، لكن انا لما لعب صلاح وينج سنتر فيرو ومصطفى محمد وينج رايت وبعدين احط ابدا بتريزيجيه مع نيجيريا صعب قوي. انا الراجل جاي من 9 شهور خسرت 3 4 5 لعيبه في الملعب بدون داعي من قبل ما يلمسوا الكوره. وخلي بالك ده بيأثر على السوليه بيأثر على النني، ما هي المنظومه كلها بتتدمر. برافو عليك. مصطفى محمد هيأثر على صلاح وصلاح هيأثر على مرموش، فانت بالتالي عاوج الدنيا، فالدنيا مش هتبقى زي ما احنا عايزين. احنا كنا بنطالب بهذا الكلام، هو عمل الكلام ده النهارده مع فرقه انا اعتقد انها اقوى من سيبك من نيجيريا، لا يعني هي نيجيريا قويه لكن مش اقوى من غينيا. سوري اقوى من غينيا اللي احنا لعبناها مثلا. لا مش هو فعلا هي لو بصينا على تشكيله الفرقه وادائهم كمان في الدور هم اقوى من نيجيريا بالتالي. فاحنا طبعا الراجل النهارده عمل الصح واللعيبه ادت بشكل بروح عاليه جدا جدا وكان في تركيز شديد جدا جدا. يعني انا اول مره اشوف صلاح يعمل سبرنت يا كريم في كوره من كوره برافو عليك بيرجع رجع ناحيه اليمين دي رجع ناحيه اليمين سبرنت ومصر انه ياخد الكوره لغايه لما غلطه فاهمني. لا كان في روح. عمر كمال ما شاء الله انني حاجه محترمه انني زي ما انت قلت في الانترو، انا شفتك الانترو قبل ما تيجي قبل ما اجي قال لك انت قلت اللي هو 15 كيلو هو فعلا قارب ال 13 14 كيلو النهارده كميه جري غير طبيعيه. كان في نوع من الباص المؤثر بجانب دي انا كنت قلقان من فكره انه دايما لما كنا بنهاجم كنت بترعب في الهجمات بتاعه كوت ديفوار عندهم سرعات عظيمه جدا لو ما عملناش ارتداد سريع كان هيبقى عندنا مشاكل جدا. بس قبل ما تروح لعب جنين في نقطه مهمه جدا هو خسر لعيب مميز جدا فرانك كيسي رقم 8 خلي بالك في اول نص ساعه ده فرق معاهم في نص الملعب. كيسي ده رايح برشلونه برافو عليك. ده لعيب انا شفته في اول نص ساعه او 28 دقيقه كريم كان دايس نص ملعب كله وكان ده سبب تفوق كوت ديفوار في الشوط الاول لغايه لما خرج ده خسروه بشكل كبير جدا زي ما احنا خسرنا حمدي فتحي طبعا نازل سيدي كمان 37 سنه في سيدي مش موجود سنه كبير يعني. جدا ما اداش الاداء اللي هو كان كيسي بيأديه صح. طيب يا كابتن محمد في ماتش نيجيريا كلنا اتفقنا ان كروش عمل مباراه سيئه جدا كل حاجه كانت في المنتخب وحشه والناس كلها حملت كروش ساعتها مسؤوليه الهزيمه قدام المنتخب النيجيري. في بعض الناس النهارده طلعوا قالوا لك ايه لا ما هو ده مش كروش اللي عمل الماتش ده، ده اللعيبه وروحهم وادائهم هم اللي عملوا الماتش دوت وكروش ملوش علاقه. لا الكلام ممكن ده نقوله في ماتش السودان في ماتش غينيا اللعيبه ادت وهي اللي كسبت 1-0. لا النهارده لا النهارده راجل قافل مفاتيح اللعب بتاعت كوت ديفوار كويس جدا، راجل دارس الفرقه بتاعت كوت ديفوار زي ما كابتن طارق قال لك وما الفش كان صاحي. يا كابتن الجبهات اليمين والشمال خففت على عمر كمال وفتوح لان الاطراف بتاعتهم فرتكوا الجزائر جارديل وبيبي وبيبي طبعا اتنين وبعد كده وجارديل خرج ونزل زاها ده طبعا حاجه برضو لولا ان هو عامل الستاره الثلاثه بتوع نص الملعب وبعد كده التغييره هو لقى ان زاها هينزل راح غير على طول خلى احمد سيد زيزو عشان يشتغل ناحيه اليمين يقفل مع عمر كمال وفعلا ادوها بشكل ممتاز صح. فلا النهارده لا حاطط طريقه حلوه تشكيل طريقة حلو وكوتشنج كويس كمان ده ادار المباراه وادار الماتش كويس تغييرات كويسه بجانب الروح بتاع اللعيبه وانا بقول للعيبه ان اقفلوا موبايلاتكم وسلموها لاداره المنتخب في الحلوه وفي الوحشه. النهارده الناس كلها وعمر مرموش ومصطفى محمد وسيد وعلي وعمالين لا اقفل ودانك انت لسه ما عملتش حاجه لسه ما عملتش حاجه انت النهارده فرحه وفرحت الناس اقفل موبايلك عايز تكلم اهلك خد الموبايل 5 دقايق 10 دقايق طالما ان اللعيبه بتتاثر بالكلام بتاع السوشيال ميديا ما تفتحش اليوتيوب ما تفتحوش. بس عارف انا حسيت ان امبارح اللي عمله صلاح في المؤتمر الصحفي ده فرق معانا النهارده. هو عنده حق عنده حق بس مش وقته ما يحملش حسيت ان هو بيحفزهم يعني هو لا انا حسيت ان هو بيحاب عليهم
او يعني كده ممكن النهارده حتى في ضربات الجزاء بيقول انني هتشوط قال له لا قال له ليه باينه يعني بيقول لفلان هتشوط لا هو ده القائد لا صلاح امبارح والنهارده لامم الفرقه زي ما الكابتن بيقول لك كميه سبرنتات كميه معافره بيعافرها لا يشكر عليها وعمل كورتين اهم حاجه كابتن مصطفى محمد والسوليه جدا واحده السوليه كان لعيب كبير فيها قوي لازم جول وبتاع تريزيجيه يا كابتن دي لازم يطمع فيها ويحطها ايدر واحده صح. راح عاملها لتريزيجيه تريزيجيه حظه ان هو بعيد بس انا فرحان ان هو ابتدى يرجع يعني ثلاث اربع كور تريزيجيه اكتر واحد شاط النهارده في منتخب مصر ده اصل واحد وفي الفتره القليله في الفتره القليله يعني هو لسه واضح انه انهاء الهجمه لسه مش عنده كويس بس انا مبسوطه كابتن ان ثقه اللعيبه رجعت لنفسها دي مهمه قوي من واضح ان اللعيبه كانت مخترقه اللعيبه كانت مشوشه اللعيبه كانت مش واثقه في نفسها ولا واثقه في الجهاز المباراه النهارده دي رجعت الثقه للناس دي كلها رجعت كمان الثقه للشارع المصري فيهم النهارده الناس محسسه المنتخب ان خد كاس امم عشان بس كسبنا كوت ديفوار مع ان ده الطبيعي ده الطبيعي لو انت بتشتغل فير او بتشتغل زي ما قال لك كابتن طارق بتعمل البازل بتعمل البازل بيعمل تكوينة منتخب مصر صح ده الشكل بتاعه النهارده يا كابتن طارق عرفنا ان احنا منتخب جامد طبعا. منتخب قوي احيانا بنبالغ جدا في المنافسين بتوعنا يعني نتعامل مع كوت ديفوار قبل المباراه دي كوت ديفوار دي هتنزل تاكلنا هتنزل تمرمطنا هنلعب المغرب هتعمل مش عارف فينا ايه نيجيريا هتعمل مش عارف فينا ايه احنا جامدين يعني ما هو برضو لازم الناس تبقى واخده بالها ان احنا منتخب جامد بس لو لعبنا صح بص انا كاتب هنا كلمتين يعني دي اجابه سؤالك هاي. احنا كمصريين على مر السنين اللي فاتت دي كلها واللي جايه احنا بنتميز عن الافارقه بحاجه مهمه جدا مش معنى كده ان هم العكس لا عندنا ذكاء داخل الملعب غير طبيعي صحيح وعندنا تالنت اللعيبه عندنا عندها موهبه عاليه قوي ومهارات عاليه يعني احسن لعيب مثلا عندهم اللي هو نيكولاس بيبي ده لعيب امهر واحد فيهم صحيح. انا شفت سريع وكل انا شفت ان هو امهر واحد فيهم لاعب الارسنال اعتقد طبعا ده لعيب كويس سريع ومهاري ده لعيب مهاري عنده الحته اللي بفتقدها اي لاعب افريقي صح لكن فتوح قفل المكان ده بشكل جاد جدا جدا فاهمني ما خلاش الراجل ده حتى على الاقل كان بيرجع دايما يروح واخد على الشمال وراجع لورا وبص كان بيبقى في كفر يا كابتن بالظبط وراه على طول وعلى طول بتلاقي حجازي بتلاقي سعاد النني سعاد السوليه سعاد مرموش برافو عليك فانت قفلت الحته دي ليه؟ لان الولد ده يمكن افضل لاعب في كوت ديفوار النهارده انا شفته صح بالاضافه الى الراجل المساك الثاني اللي هو اريك بايل يا خرب ده لعيب جامد برافو عليك مانشستر يونايتد انا لسه كنت بقول كنت بقى اتفرج مع ولادي فقلت لهم احسن لعيب هو اللي خسر الكوت ديفوار سبحان الله ده لعيب جامد جدا انا اقول لك بقى مفاجاه يا كابتن انا مشجع مانشستر يونايتد الراجل انا حتى رافع ماتش بقول له انت بتخليني اعاني من مستواك السيء مع مانشستر يونايتد وتخليني اعاني من مستواك السيء قدامنا منتخب مصر بالزبط. يعني مستواه على فكره واقع جدا مع مانشستر يونايتد بس يونايتد. النهارده انا شفت لعيب مختلف تماما في ستايل قطع الكوره الباص الضغط حاجات كتيره جدا اتعملت دول افضل اتنين لعيبه شفتهم في كوت ديفوار بقيه اللعيبه عاديه بس عندهم زي ما قلت لك السرعه القوه الجسمانيه انت تتفوق عليهم بالذكاء والمهاره والتالنت اللي انت بتمتلكها على مدار العصور اللي فات انت مسكت الكاميرون في 86 وفي 2006 وفي مع اسماء اقوى من كده بكتير صح كوت ديفوار يا كابتن 2008 اللي كسبناها 4 اقوى من دي مليون مره واللي كسبناها 86 طبعا كان عندك يوسف فوفانا كان عندك لعيبه كتيره جدا مش يعني انا كنت في المباراه طبعا فانت بتتكلم على لعيبه كانت عندها الحتتين دول لكن كل ما انت بتتفوق على المنتخبات الافريقيه يا كريم سؤالك بقى اللي انت بتقول عليه هو ده السبب النهارده شفنا في ذكاء في الملعب ذكاء تمركز ذكاء في التحرك ذكاء في انك انت في وقت ما انت مضغوط بتقف صح ازاي صح. وقت ما انت عايز تضغط بتفرض سيطرتك وتفرض اسلوب لعبك على المنافس صح. كل الكلام ده شفناه احنا لما بنشوف حاجه كويسه بنقولها طبعا فاهمني ما حدش يقدر يشكك او يعني اقول ايه يشكك في وطنيه اي انسان في على داخل بلدنا ليه لان كلنا بنحب مصر 100% وكلنا بنشجع مصر صح. البيت النهارده كله كان بيدعي يعني انا كنت قاعد الناس كلها مراتي وعندي حمايه وحمات كلهم واخواتي بس اقول لك حاجه كابتن طارق وحضرتك قريب من السوشيال ميديا انا عارف ان انت بتشوف السوشيال ميديا في ناس وانا قلت الكلام ده امبارح بعد الكلام اللي قاله محمد صلاح في ناس احيانا
يعني بعيد عن الحس الوطني بيبقوا عايزين يقول لك ايه، انا صح، انا قلت لكم كروش ده هيفشل عشان ما خدش فلان وفلان. كم واحد انا قلت لكم بصراحه 4-5 نفر. لا. لا لا يا ليلو، حتى لو هم كتار بس اقول لك طول ليها تعدوا 17-18 سنه. كل شباب، كل السوشيال ميديا دلوقتي معظمها هتلاقي اللي بيتكلم كلام عائلة، تلاقي سنه معدي ال 40-50 سنه. فاهمني؟ لكن كل الواد المندفعه الشباب معظمه، حتى عندنا على مستوى مثلا مواقع الزملكاويه او مواقع الاهلاويه، بتلاقي فيه نوع من انواع الاندفاع. فاهمني؟ بشكل مبالغ فيه. ما خدش قفشه ليه؟ ما خدش طلع بالظبط، برافو عليك. لا خلاص اللي موجودين دول ما احنا اتكلمنا الكلام ده قبل البطوله. لكن اثناء البطوله خلاص، ما خلاص هترجع طارق حامد دلوقتي. انت عارف يا كابتن هم كملوا ليه اثناء البطوله؟ لابد يكون موجود قفشه، لابد بس طبعا. خلاص الموضوع ده انتهى. اي واحد بقى لابس شيرت منتخب مصر خلاص هو بالنسبه لنا بالظبط. عشان كده كابتن عبد الجليل النهارده الشروطين، وعشان كده صلاح طلع اتكلم، قال اشار للكلام ده كله، قال لك ان انتوا يعني كل كلام صلاح في المؤتمر ان هو بيوجه المصريين كلهم المنتخب. للمنتخب عشان يبقى فيه جماهير. طول عمر المنتخب ملوش جمهور. مش تبقى عارف يعني، مش اول مره صلاح يعني صلاح لما قال كده، ما هو منتخب مصر ملوش جمهور لحد ما يكسب. زعغات اللعيبه هي اول يعني النهارده اللي. النهارده كل الناس يعني هتلاقي الاهلاويه داخلين بيشيدوا فتوح وزيزو النهارده كانوا رائعين جدا. هتلاقي الزملكاويه داخلين يقول لك يا سلام على الشناوي، يا سلام على حجازي، يا سلام على مش عارف لعيبه الاهلي كلهم وعمرو السولية وحمدي فتحي. هتلاقي العكس النهارده السورتيه كابتن عبد الجليل رائعين، وحاول كمان زبايلي نزاعهم تاني. سوره فتوح ورايح يبوس دماغ الشناوي على الارض مصاب، سوره الشناوي ابو جبل وابو جبل وراح للشناوي، يا خبر ابيض على الجمال. هو ده المكسب، يا خبر ابيض يعني. وبعد كده نقعد احنا نتخانق مع بعض بقى على السوشيال ميديا ونقول اهلي يا كابتن. هي طول عمرها كده كابتن، والله طول عمرها كده في المنتخب وفي الانديه واصحاب، وبيخلصوا الماتش بنروح نخرج مع بعض ونقعد مع بعض. انا مش راجل اهلاوي، انا قعدت وشغلي مع الراجل ده كله. بص يا بص يا كابتن الجمال، لا لا يا كابتن، لا ده في واحده تانية كان ابو جبل راح للشناوي وهو قاعد قبل ما ينزل. ايوه دي كانت وقاعد على الدكه. دي كانت عظيمه. لو عندك الصوره دي جيبوها برضو، لان دي بعد الماتش اعتقد. وفي صوره الفتاة دي بعد ضربات الجزاء. لا بص يا كابتن، احنا لعبنا منتخب مصر وعاصرنا ناس في المنتخبات كتير، ده الوضع الطبيعي في كل حته، في كل حته. والله العظيم يا كريم، دي مش حاجه جديده او حاجه، دي الروح اللي موجوده دول مع بعض. في الدوري بيتنافسوا وكده، واهلي وزمالك واسماعيلي وكده، انما ساعه ما بيتجمعوا مع بعض هي دي الروح اللي المفروض تبقى موجوده، ودي حاجه كويسه. ما انا بقول لك طول ما المنتخب بيكسب وبيأدي اداء كويس، والله النهارده لو حصل حاجه لك كنت جيت سقفت برده المنتخب، ما كنتش ههاجم. لو حصل حاجه النهارده انا شايف ان الراجل عمل اللي عليه، واللعيبه عملت اللي عليها وبزياده. فالنهارده لا يشكر، بس انا بقول لك دي بدايه. مش عايزين نفرح قوي زي ما احنا بنزعل قوي وبنفرح قوي قوي قوي. النهارده بعد الماتش كميه البرامج اللي طالعه، ولو وصل للعيبه الكلام ده كله يبقى كده هتحسس اللعيبه ان هي عملت اللي عليها، خلاص خلصت الليله كابتن وشكرا. صحيح، ده اللعيب المصري. فانا بقول لهم لا، لسه بدري. لسه قدامنا مغرب، لسه قدامنا كاميرون، لسه قدامنا نهائي. زي ما احنا بنقول ما نبالغش في الهجوم والزعل، ما نبالغش كمان في الفرحه والانتصار. دي حاجه مهمه. هسالك على جزء فني النهارده في المباراه، واحنا اتكلمنا عنه بس خدناه كده بشكل سطحي، يعني ممكن نتعمق فيه مع الكابتن طارق كمان. النهارده الشغل الدفاعي اللي اتعمل ناحيه الاجنحه بتاعه كوت ديفوار كان شغل عظيم جدا، وهو مش شغل كان فردي من فتوح وعمر، كان في شغل في الملعب تكتيكي عظيم جدا، خلى دايما اي لاعب بيروح جناح في كوت ديفوار بيلاقي حواليه 3-4 بالظبط. يعني بيبي دوت بيروح فتوح بيطلعه على بره، بيروح قاطم لجوه بيلاقي مرموش، عدى من مرموش بيلاقي عبد المنعم. الناحيه الثانيه الشوط الاول كان حمدي فتحي بيغطي مع عمر كمال ووراهم حجازي. صح. دي الجبهات اللي كانت موجوده وكانت مميزه في القلب. انني الله اكبر عليه النهارده، وانا فرحان بفرحته لما حسسني ان هو لسه كان في المقاولين وبيتنقل يحترف. شفت لما كان بيستلم الجايزه الفرحه في وشه، مش عشان ان هو استلم الجايزه، بيقول للناس انا بحاول، انا يعني انا بقول لك انني مش سوبر يا جماعه، مش سوبر، ولكن مستواه 80-90% هو بيحاول. انت ما تستناش من انني ان يرمي لك سيروهات ما يجيبش جوان، لا، انني وظيفته. فهو الراجل بيتحاسب او الناس بتحاسبه ان هو سوبر وعايزينه يعمل كل حاجه. يا جماعه لا، هو مش محمد صلاح. انني ليه وظايف معينه، فهو عيني دايما الهجوم عليه، مع انه انا شايفه انه بيأدي على قد ما بيقدر. انا قلت النهارده في الانترو واحد زي حالات محمد النني ده
من كتر الضغط والهجوم واحيانا السخريه منه كان بطل كوره. ده حقيقي ما يقدرش ينزل يعني كل ما يلمس الكوره هيبقى حاسس الناس كلها بتاكله. ده لو مش واثق من نفسه وفي سبورت من والده كمان، لان والده يبقى ناصر النني كان لعيب كبير في ناديات المحله طبعا، كان لعيب كوره فبيديله سبورت جامد. والولد طبعا العقليه بتاعته اختلفت. الاحتراف يا جماعه الاحتراف يفرق، عقليه الاحتراف دي مختلفه تماما عننا. احنا عايشين في وادي وهم في وادي تاني. في المؤتمر قال ايه؟ انا ما بتاثرش يا جماعه، ودي حقيقه عايزينه، ولكن انا بس خايف على اللعيبه الصغيره. صلاح ممكن يفتح اليوتيوب ويتفرج علينا كده وبتاع، ولو حد قطع فيه دي يضحك ويقفله خلاص وعدت. صلاح يعني عدت انت يعني بتتكلموا زي ما تتكلموا انتوا في يعني دي العقليه صح. انما واحد زي مرموش بتقول له انت وحش بيقع، انت كويس بيقع برضه. لا عارف صح. طيب انا مرموش ده اللي عايز اروح بيه للكابتن طارق. مرموش النهارده كابتن طارق عمل احلى مبارياته في البطوله النهارده. طيب. كان ادواره عظيمه جدا هجوميا ودفاعيا ونقل اللعب وبنى الهجمات، كل شيء كان النهارده عمله عمر مرموش قبل ما يخرج. ليه؟ لان الراجل عمل تكتيك النهارده. انا من خلال مشاهده المباراه الجنب اليمين هو اللي كان شغال ناحيه هجوميه اكتر من ناحيه عمر كمال. لكن فتوح ما كانش عنده ناحيه هجوميه او وجبات هجوميه كتيره. ليه؟ هو ادى الوجبات الهجوميه كلها لمرموش وخلى فتوح واقف عشان يريح مرموش، يخليه ايه حتى في الرجعه لغايه نص الملعب بس عشان يبقى في ناحيه هجوميه ثانيه. ده كان باين قوي قوي في تحفظ الباك الشمال بتاعنا اللي هو فتوح في الناحيه الهجوميه عكس الناحيه اليمين اللي كان فيها عمر كمال. عمر كمال هاجم بشكل بضراوه كبيره جدا. بس ناحيه اليمين وحضرتك برضو اللي اكيد للكلام ده اللي فرق النهارده ان كونان اللي هو الليفت باك بتاعه زي الايسر ده افضل ورقه عندهم بتصنع هجمات وبتبني هجمات. ما زادش كتير النهارده، ما زادش كتير بسبب محمد صلاح بالظبط. فهو رايح كمان يعني محمد صلاح رايح عمر بقى كمال عبد الواحد الناحيه الثانيه. ما هو انت لازم تلعب على مش شرط انك انت صلاح يدافع. ايوه صلاح ممكن ياخد واحد بالظبط ويعيش بيه بالظبط. يعني مثلا كريستيانو ما بيلعب تلاقي واحد واقف له، ميسي تلاقي واحد مش مان تو مان، لكن في المساحه بتاعت ميسي والمساحه بتاعت كريستيانو. صحيح. فصلاح من اللعيبه دي فوقف الراجل الباك الشمال. صحيح. وفي نفس الوقت ضغط كمان عمر كمال عبد الواحد فبقى عنده حريه كبيره جدا. هو وقف عكس الكلام انت بتقوله بقى نحتنى. وقف ناحية تانية ليه؟ لان عليه نيكولاس بيبي. نيكولاس كان بيبي ده حاجه وانا قلت لك في البدايه لازم فتوح يقف، كان ملتزم بيه وواضح ان الراجل قرا فرق كوت ديفوار كويس. خلي بالك ما انا ممكن اقرا، انا ما قريتش نيجيري خالص ولا اتفرجت على نيجيري يعني فاهم يعني انا بكلمك جد والله. ما يعني واضح ان حتى القراءه حتى لو انا كنت شفتها ممكن تكون قرايتي غلط صح، لكن قرايته صح او قرايته كانت صح، بانت من التشكيل، بانت من وظائف اللعيبه في الملعب، بانت من الحته اللي انا بقول لك عليها الناحيه الشمال ما هاجمتش بشكل كبير او عول كل الناحيه الهجوميه على مرموش. والناحيه اليمين زي ما انت قلت راجل باك الشمال بتاعهم واقف مع صلاح، فبالتالي بقى في حريه لعمر كمال ان هو يشتغل بشكل كبير جدا. لا وناحيه فتوح دي كمان كانت هتلاقي مرموش بيرجع مع اسمه مع الظهير ايمن بتاعهم، ظهير ايمن قوي جدا سيرجيو اوريه. سيرجيو اوريه ده كان لعيب توتنهام ولعب باريس سان جيرمان. شفت جسمه عملاق ازاي كان بالظبط، مش جسم باك رايت ابدا. انا قلت حتى النهارده وانا بتفرج على سيرجيو اوريه هو لاعب جامد جدا جدا، ده يلعب سنتر باك يلعب في نص الملعب، ممكن يلعب مهاجم، لكن باك رايت في الجسم ده ما شفتوش بالظبط كده. ومش مهاري قوي يعني، عارف سريع هو وقوي جدا قوي بس زي ما انت بتقول هم الاثنين المهاريين اللي فيهم. بقول لك انا بيبي نيكولاس بيبي ده وفرانكي سيل لا والراجل اللي اسمه والفرنزا إيريك بابلي ده إيريك بابلي المدافع بس كان قوي يعني لا بس الظهرين يعني مهارته بدايه هجمه بيبدا هجمه كويسه قوي. طب انا عايز اقول لك على حاجه بقى، بس اقول حاجه سنجاري ده كان اقوى واحد فيهم. سنجاري قوي، ابراهيم سنجاري ده بس زها كمان لعيب حريف قوي بس ما لحقش ياخد او قفلوا عليه كويس ان نزل على الشمال. زها ده كان حجازي ده زها لا ما زها هو لعيب كبير بس حريف لما بيتنرفز هم اللي ولادنا نرفزوه. هو برضو صلاح عارفه، هو الولد ده عنده مشاكل كتيره في حتت كتيره لعب فيها وهو عشان كده النهارده كان متنرفز قوي ومش عارف يعمل حاجه. ده بيعمل بيكسر الدنيا. انت بتتفرج على دوري عارف كريستال بيمسك فرق انجلترا بيقعد يالف طبعا فيها. بيلعب في كريستال بالاس لا النهارده انا فرحان بعمر قوي. عمر بواحد حاجه واحد ضد واحد مش عارفين. انا هسالك على محمد عبد المنعم. انا محمد عبد المنعم بصراحه مخضوض عليه، حاسس انه لا مش هيقدر مش هيأدي، بس النهارده عمل اداء رائع وضربه ترجيح كمان يعني. بص رجل الترجيح كمان اللي طمني عليه ان هو متاسس يعني معلش يعني هو ناشئين اهلي ناشئين اهلي برضو او ناشئين زمالك او ناشئين مقاولين او ايه عارف انت بيلعبوا دايما على البطولات على طبعا مستوى غير المستوى أكيد. انا يعني بس هو عارف يعني ايه ضغط. شايف لو ما كانش اجد كان هيتذبح. مش هو ده كان كروش هيتذبح
كلنا كده يعني بدايه عبد الجليل لو ما جاتش هيدي بدايه مش اللي انا كابتن والمدرب قصدك المدرب ما عشان يقول له كان عندك محمود علاء بخبراته وكان محمد منهم لا لا والله الناس كانت تقول كده كلنا قلنا ربنا يلعب رجليه في الملعب علاء طبعا كان في يوم من الايام نمره واحد في مصر هو كان بيلعب في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت نمره واحد في مصر انا بقول لك محمود علاء جت فتره كان نمره واحد في مصر في حته المساك وتلك الايام ندولها بين الناس فهي دي انت يومينك واحد بيجي يومينه لازم يمسك فيها عبد المنعم عمر انا قلت لك من شهر فتوح ده لازم ايه لازم يحترف ايه الفرق بينه وبين كونان في نقطه فنيه مهمه جدا اتفضل يا كابتن حجازي ما ينفعش محمود علاء اثنين ستايل واحد بالظبط الونش ينفع محمود علاء يعني تلعب جنب محمود علاء ينفع تمشي والعكس صحيح حجازي ستايله نفس محمود علاء نفس البطء فاهمني نفس الطول هيبقى في مشكله كبيره جدا في السرعات نفس المعلمه فاهمني نفس برضو الايه اللي هو نقول الرساوه او يعني نفس الستايل واحد زي ما بتيجي تلعب مثلا اتنين لعيبه في نص ملعب ستايل واحد لا لازم يبقى فيه ده واحد حريف وواحد بيضرب يكمل ده فاهمني فانت انت لو لعبت الاتنين جنب بعض لا صعب وعشان كده هو كان الراجل واخد قرار ان هو يلعب محمد عبد المنعم لان محمد عبد المنعم مختلف تماما عن حجازي تماما اولا سرعه شباب عنده ما عندوش عنده جرأه نفس الكلام الونش محمود علاء ما يلعبوش جنب بعض نفس ستايل اللي هو ايه اللي بيلعب الثاني ما يلعبش اللي هو المساك اللي يلم كابتن حجازي ما ينفعش مساك ولا محمود علاء ينفع مساك يلعبوا جنب محمد عبد الغني محمد عبد المنعم او الونش نفس الكلام عبد المنعم برده ما ينفعش قوي مع الونش الاثنين مدافعين ممكن ساعات تمشيها لو انت محتاج قوه ومحتاج في لعيبه صراع في المنافس ممكن تشتغل تلعب مع بعض لكن لما تيجي تلعب اتنين ليبرو بمعنى بالبلدي بقى كده اتنين ليبرو ما ينفعش فاهم لازم تلعب واحد ليبرو واحد بيلعب كوره وواحد داشنج واحد مان تو مان اللي هو ايه بيقولوا عليه اللي هو بيمسك الفيرو ده يعدمه العافيه الونش من النوع ده فعشان كده بقول لك هو اختياره لمحمد عبد المنعم ان هو يلعب ماتش النهارده مع لعيب قوي جدا زي هالر ده من اللعيبه هالر هداف شامبيونز ليج 10 اهداف برافو عليك يعني هداف دوري ابطال اوروبا ما حدش يقلل منه ما حدش يقلل منه هو واخد كل الكور عاليه برغم الراجل الثاني ده ما شاء الله طويل لكن توقيتاته يا كريم في كورتين الشوط اللي هو كنا احنا على الشمال ده الشوط الثاني كورتين اتقطعهم محمد عبد المنعم كانوا من الممكن جدا يبقوا في منتهى الخطوره صح توقيت ان هو يخش يضغط وتوقيت ان هو يقطع ده مهم جدا عشان كده هو اختار محمد عبد المنعم للاسباب اللي قلت لك عليها دي بمناسبه اللقطات دي في واحده كانت لعمر كمال عبد الواحد في المباراه ديت انا متاكد ان انت يا كابتن بتتفرج عليها سقفت له اللي هو كان هيتعمل سرو من وراه يا خرابي يا خرابي انا سقفتك انا برد نفس الكلام ايه الروعه دي ده باك رايت متمرس يعني باك رايت تقيل قوي انا بس عشان حضرتك ذكرت الكورتين بتاع عبد المنعم فلازم الكوره بتاعت عمر من اللقطات بتاعه المباراه لا هو من نجوم المباراه يعني لو انت اخترت ثلاثه كمان عبد واحد منهم صح عمر عبد المنعم منهم النني منهم صح عارف مين اللي كان ويجي بعد كده بقى اي حد ثاني اللي كان النهارده كمان تقيل قوي كابتن عبد الجليل قبل اصابته حمدي فتحي حمدي جندي مجموعة كابتن كنت في كل بسيحة. حته فاضيه في الملعب هتلاقي فيها حمدي فتحي يعني اي حته بتتدرب حمدي فتحي موجود وما بيبانش يا كابتن ما بيبانش للناس يبان لبتوع الكوره ان في كل حته زي ما انت بتقول لامم هنا صح. لامم هنا ولامم هنا عارف انت قشاش في نص الملعب صحيح وما بيغلطش لما انت لعيب ما تحسش بيه كتير اللي هو ما بيغلطش صح بيجي له الكوره بيسلم بيقطع الكوره بيسلمها للي قدامه نظف على طول عارف امكانياته طيب انا عايز اسالك معلش اتفضل الشناوي انا شايف ان اصاباته كتيره الفتره اللي راح فيها المنتخب مع عصام الحضري ايه دايس عليه تدريبات طبعا اللي بياخده الشناوي يعني اللي بياخده جاد او صبحي مفروض الشناوي ما ياخدوش دي تالت مره الشناوي يتصاب فيها مع الحضري ودي حاجه لازم الناس تفكر فيها انا بقول لك الشناوي مرتين ثلاثه الشد ده يا ترى انت الاحمال اللي بتعملها الصبح زيه زي الشناوي زي ابو جبل زي جاد ولا بتخفف عليه والاصابه ايه بتتكلم في خبرات كبيره للكابتن عصام الحضري وخبرات كبيره كمان خبرات ايه في ايه لا يعني خبرات في ايه كحارس مرمى والتدريب طب ما هو في النهايه المفروض فاهم كمان حتى هو مش مدرب كتير هو فاهم دي لا فاهم دي لما الراجل ده يشتغل مع كابتن عصام بهيج يشتغل في الناشئين ويروح يتمرمط هنا ويمسك نبروه
وتاخد فسيخ وتاخد مش بكلمك بجد وتجيلي المقصه وتبقى تعالى يا عم طارق مصطفى تعالى مع عبد الجليل اشربه مني. ايوه انت دلوقتي يا عصام يا حضري خبرتك انت الناس كلها بتقول خبرته كلاعب كوره حاجه او حارس حاجه ما حصلتش. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. عشان بس انا فاكر ان انا لومت على الناس اللي قالت كده وقتها لما قالوا ان الكابتن احمد ناجي سبب اصابه الجنش واصل عصام الحضري سبب اصابه اصل ما هي اصابات يا كابتن عبد الجليل. في فرق بين اصابات عضليه وفي فرق بين اصابات لا قدر الله صليبي بقى ركب حاجه اصل دي اتكررت كذا مره الخلفيه دي جنش كان اكيلس دي مالهاش دعوه انا فاكر بس ما هو فاكر ساعتها برضو تحمل قال لك بالظبط قالوا احمد ناجي ما هو ده اللي بقول لك عليه الشباب الصغير اللي هو بيحاول يفرق ما بين الانتماء وما بين اهلي وزمالك صحيح مدرب اهلاوي بتلاقي الدنيا هاجي عليه مدرب زملكاوي تلاقي برضو الناحيه الثانيه هاجي عليه فبالتالي بتلاقي الامور دي بتمشي في سكه كده لكن طيب. انا بتفق في الجزئيه مع عبد الجليل وبختلف معاه في جزئيه الجزئيه اللي هو ايه اللي هو بيقولها في حته مهمه جدا الجرعات التدريبيه اللي بياخدها صبحي وبياخدها مثلا ابو جبل ممكن تقللها مع الشناوي طيب. مع الشناوي هقول لكم حاجه ناخد لكن الجزء بقى القدري ده بتاعت ربنا الاصابه دي بتاعت ربنا 100% يعني 100% ناخد من الكاميرون رئيس بعثه منتخبنا الوطني من الكاميرون الاستاذ خالد درندلي نائب رئيس اتحاد الكره رئيس بعثه منتخبنا في الكاميرون استاذ خالد مليون مبروك صباح الخير على حضرتك اهلا صباح الخير كابتن كريم وتحياتي للكابتن طارق والكابتن عبد الجليل ليله حلوه وليله سعيده الف مبروك يا باشمهندس كابتن طارق بيهنيك الله يبارك فيك يا حبيبي ربنا الله يبارك فيك يا كابتن طارق ربنا يخليك استاذ خالد الليله النهارده حلوه الحمد لله طبعا يعني طبعا يعني انت لعبت ماتش حلو هي دي ده الاهم صح ان انت لعبت ماتش حلو اثبتت فعلا ان احنا عندنا لعبه كويسه والدنيا ماشيه كويس ما حدش يقلق وفي روح يعني النهارده الحمد لله احنا كسبنا مبسوطين ان احنا عملنا انجاز وطلعنا فرقه كبيره لعبنا ضغط عاليه جدا كنا الاقرب للفوز خلال المباراه غير ضربات الجزاء كنا الاخطر فدي بحد ذاتها حاجه مشرفه جدا الحمد لله. النهارده الروح كمان كانت فرقت كتير يا استاذ خالد الروح لاعبين والنهارده كمان شفنا مدير فني كبير لمنتخب مصر كروش يعني كنا دايما بنتكلم على مدير فني كبير كسيفي واسم كنا محتاجين بقى نشوف دلاله ده في الملعب والنهارده اداء المباراه بشكل رائع جدا. النهارده اللعيبه فيه تناغم كده وانسجام يعني صحيح. وبعدين الروح دي من اول يوم يعني من اول اليوم من قبل المباراه احنا جينا مش طياره ولقيت الناس كلها بتقول يعني اللعيبه يعني محمد صلاح قال لهم قعد مع اللعيبه واللعيبه عايزه تكسب وان شاء الله هنكسب يعني في ثقه غريبه النهارده الحمد لله كده من اول ما فتح موضوع الماتش ان شاء الله كده يا رب السنه الجايه احسن امبارح تصريحات محمد صلاح في المؤتمر الصحفي كان في انقسام عليها ما بين مؤيد وبين معارض بس احنا قرينا منها انه اللعيبه زعلانه او متضايقين او شايفين ان هم محتاجين مسانده اكبر راي حضرتك ايه؟ طبعا احنا هو النهارده يعني انا عايز اقول لك على حاجه احنا جينا في الطياره النهارده في 600 مشجع ما فيش حد قال اهلي ولا زمالك كله جاي يشجع مصر ايوه بالظبط وده المفروض يعني احنا النهارده المنظر كان جميل في الاستاد 600 مشجع بمقام 30,000 والله العظيم يعني طالما الروح واحده وكل الهدف واحد احنا عايزين مصر هي اللي تكسب ومصر فيش بقى نوادي ولا حاجه ده بيدي دفع اللعيبه النهارده كلنا اتفضل يا كابتن يعني ده بيدي دفع اللعيبه ان هم اللعيبه بينهم وبين نفسهم ما عندهمش انقسام لحكايه فرق وانديه مختلفه خالص اللعيبه ما عندهاش الكلام ده خالص كنا بنتفرج عليهم بعد الماتش في العشاء وقاعدين بيضحكوا بيرقصوا بيبوسوا في بعض يعني الجماعه احنا اللي بنخلق الكلام ده انما الموضوع ده مش موجود اصلا فاحنا لما نشجع النهارده في انتخاب دوليين لازم يبقى كله بيشجع مصر ما فيش انديه وده كلام محمد صلاح امبارح صحيح صحيح النهارده شفنا كل الاهلاويه النهارده فرحانين بمحمد ابو الجبل كل الزملكاويه فرحانين بمحمد الشناوي وكله فرحان بتيشيرت منتخب مصر اي حد بيلبسه هو ده الصح هو ده المفروض يعني اللي جاي عندنا بعد كده ماتشات لسه في كاس افريقيا كاس الامم وعندنا بعد كده السنغال كاس العالم يعني لازم الموضوع ده مش هينتهي
الماتش النهارده ولا اللي جاي. صحيح، عايزين نساله على الثلاث اللي جاي موجود، ودي كده المصابين والونش يعني الونش والشناوي. طب استاذ عايز اسالك على اصابات النهارده الشناوي وحمدي فتحي، وبرضه اسالك على عوده الونش، هل العوده قريبه للونش في المباراه اللي جايه ولا الامور عامله ازاي؟ بص بقى طبعا دي حته فنيه احنا ما بنتدخلش فيها، واحنا مش على يعني درايه بالموضوع بالظبط. انما بنعمل ان بعض الاشاعات بكره هل هيلحق خلال ثلاث ايام او لا، لسه دي مش باينه يعني ماتش يوم الاحد. فلو ان شاء الله حتى لو ما حدش لحق يا رب نكسب كلنا المصير ان احنا نكمل بعد كده، ونحاول الماتشات اللي بعديها بقى ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ خالد ضنايلي نائب رئيس اتحاد الكوره ورئيس بعثه المنتخب في كاميرون، مليون مبروك وشكم حلو على المنتخب ان شاء الله، والامور تكمل على خير باذن الله. هو جمال علام استاذ جمال علام وشه حلو الراجل، فاكر كل برضه لما جه خدنا كاس امم افريقيا وهو موجود باين. لا كان وصلنا فاينل، كان وصلنا فاينل حاجه كده. اه وصلنا كاس عالم، وصلنا كاس عالم. اما انا بقولك يعني كاس عالم معاه دايما دايما الراجل ده سبحان الله لما بيجي بيجي مع الخير. ربنا يعني يبارك لنا، فربنا يبارك له ويبارك لنا ويشفيه. واعتقد ان هو كان عنده هنا بريده، كان اعتقد هو كاس العالم، كاس العالم كان هنا بريده. هنا بريده صح، بس هو كان بدا ان هو بدا التصفيات اعتقد. صحيح صحيح. طيب كابتن محمد، منتخبنا النهارده لعب مباراه محترمه، مباراه كبيره، مباراه رائعه. زيزو ورقه دايما مدهشه، ورقه محترمه. زيزو بقت الناس كلها مستنيه تشوفه في الملعب. عارف انت في لعيبه كده عظماء جم في تاريخ الكره المصريه يقول لك ايه يا رب ينزل، لما ينزل هيغير الدنيا. زيزو دايما وجوده في الملعب مؤثر بصراحه، وبالذات في التغييرات، لان زيزو من النوعيه عارف بيفكرني بالظبط ستايله زي احمد حسن. يعني فاكر انت الصقر برضو احمد حسن، نفس ستايل احمد سيد زيزو اللي هو الجري بالكوره مع التحرك مع القوه مع حته الدفاعيه مع الهجوميه، ودي قليل تلاقيها في اللعيبه. ان تلاقيه هجومي كويس ودفاعي كويس والفيتنس بتاعه كويس، جسمانه الحمد لله كويس. فاحمد سيد زيزو بيمر بفترات احلى فتراته. صح. بصراحه صح. يعني جت فترة من شهرين ثلاثة كان قليل يعني نزل مستواه، ابتدى يتراجع مستواه كويس قوي، يتحسن. وفي ناس بتطالب ان هو يبتدي. والله انا شايفه ان هو يعني بينفعنا لما بينزل، عارف انت بنتنفس بيه. لو لا قدر الله حمدي فتحي ما لحقش المباراة اللي جاية، زيزو يبدا؟ هو اللي يبدا في النص. يبتدي في نص الملعب. لو انا شايف ان لو حمدي موجود طريقه الثلاثه دول كويسه قوي، لان انت داخل على منتخبات قويه. يعني انت ممكن تلعب باثنين ومعاهم واحد بيلعب كوره شويه، مع السودان مع غينيا مع الجابون مع الفرق اللي هي تقدر، انما انت داخل على مغرب ان شاء الله تعدي، داخل على كاميرون، داخل على سنغال. فحته الثلاثه الفلات اللي في نص الملعب دول دي مهمه قوي. يعني دي عجباني. عايز اتكلم مع حضراتكم عن المغرب وهنتعامل معاها ازاي، عشان عندها نقطة قوة كبيرة جدا. بس هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع الكباتن الكبار كابتن طارق يحيى كابتن محمد عبد الجليل. بعد هذا الفاصل خليكم معنا. لسه مكملين هذا الحوار الممتع مع الكباتن الكبار كابتن طارق يحيى كابتن محمد عبد الجليل، والفرحه مستمره منتخبنا ان شاء الله تبقى فرحه مستمره لنهايه البطوله زي ما كابتن محمد قال، نفرح شويتين بس نهدى لحد ما نكمل البطوله للاخر باذن الله. طيب كابتن طارق، المغرب مواجهه اكيد صعبه طبعا. صعبه لكذا سبب. اول سبب انه احنا النهارده لعبنا 120 دقيقه، المغرب واخده يوم اضافي كمان راحه. المغرب قويه جدا في الكرات الثابته والكرات العرضيه، منتخب تقيل طبعا، يعني لازم نعمل حسابه كويس. قبل ما اجاوبك بس سؤال، السؤال اللي سالته لعبد الجليل بالنسبه خاص بزيزو، اصل في موقف بينه وبين احمد سيد زيزو في مباراه ديكاداها الصومالي اللي هي كان مباراه السبعه. كنت ماسك الزمالك الفتره دي، هو كان هيتجوز فراح المباراه كانت مثلا يوم السبت اعتقد مثلا. هو اتجوز يوم الاثنين اللي هو قبل السبت. اوكي. لقيته جاي الاربع التمرين والمصطفى بهزر. قلت له يا زيزو خير؟ قال لي كابتن، قلت له يا ابني يا حبيبي انت لسه متجوز يوم الاثنين او يعني افرح يوم ثلاث ايام. قال لا كابتن والله ما بهزر، النوعيه دي يا كابتن نزل التمرين يا عبد الجليل. انا بقول لك نفس، وقلت له طب دلوقتي انا يعني انت دلوقتي راجل اتجوزت فاهمني، وبقى لك يومين ثلاثه ما بتمرنش،
وانت الماتش بعد بكره صح. فا ايه وماتش يعني قال لي يا كابتن انا جاهز وماتش بسيط يعني ممكن قال لي انا كنت بتمرن انا فاجئني بتمرن ايه يا جدع قال لي والله عايزك تتمرن يا كابتن فنزلته يوم كان يوم الماتش السبت مثلا يوم الاربع زي اللي الناس بتلعب حطيت احتياطي في الماتش ده من كتر ما حريص ان هو عايز يلعب إصراره. واصراره فحسيت ان هو وقلت له خلاص بص انت هتبقى معايا لو في حاجه هتنزل فلقيت الدنيا ماشيه يعني مش محتاج ان انا انزله يعني فهو الولد عنده اخلاص وهو لاعب مصري يعني لاعب في الدوري المحلي بعقليه محترف برافو عليك هو محترف طارق حامد بالظبط بص سيزو طارق حامد دي نوعيه مختلفه عن اللعيبه اللي احنا بنشوفها لعيبه مركزه جامد جدا صحيح. سؤالك عن المغرب المغرب تيم جماعي كويس قوي قوي بيلعبوا كره كويسه جدا عندهم اصرار غير طبيعي عندهم خط الامامي ده ونص ملعب عندهم يعني مثلا عندك سفيان بوفال ده ناحيه الشمال حاجه رائع. حاجه جامده جدا رائع. عندك ايوب الكعبي ده لعيب كويس قوي برده مصيري كمان كويس قوي مصيري عظيم عندك النصيري كمان حاجه حكيمي طبعاً. يعني بتتكلم في اسماء لعيبه كوره خبرات صح بس انا بحب العب الفرق دي انا كمنتخب مصر ما بحبش العب فرق اقل مني يعني النهارده غينيا مثلا كسبت مالي صح فاهمني صحيح بضربات الجزاء بس خرجت مالي اللي هي كانت بيقولوا مالي 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 خرجت مالي دايما انا مع الفرق الكبيره يا كريم بلاقي فيه تقدم وده الكلام اللي قلته من يومين لما بيسالوني عن ماتش كوت ديفوار قلت لهم يا جماعه انت بتلعب غينيا بتاخدك لمستواها لكن لما بتلعب كوت ديفوار بتاخدك لمستواها وانت بتعلى عنها صح والكاميرون نفس الكلام ده حصل في الجزائر في بطوله العربيه الاستيك بقول لك في كل الدورات الافريقيه احنا كسعمنا كل الفرق المنتخبات دي اديني منتخبات كبيره برافو عليك اديني منتخبات كبيره ولعبني المغرب كسبناها 86 صح فاهم هي بس كسبتنا في كاس العالم 86 لان احنا ما استعدناش كويس احنا كنا بنلعب تقسيمات وهم كانوا معسكرين في فرنسا فاهم ايام الكابتن عبد الصالح الله يرحمه وانا كنت موجود في الفتره دي كانت فتره يعني مش عايز اقول لك كنا بيجيب الشورت بالعافيه ما بهزرش والله فانت النهارده ما بتلعب تيم كبير لا تركيزك بيعلى الثبات الانفعالي بتاعك بيزيد جامد جدا صح ثباتك الانفعالي كمان بيزيد بحيث انك انت بتبقى مركز كويس قوي وبقى قراءه الماتش بقى نفس بقى الراجل يقرا الماتش يقرا المغرب دي زي ما قرا كده كوت ديفوار ويحط اللعيبه المناسبه انت سالت عبد الجليل تقول له إيه اربعه يعني يلعب زيزو في نص ملعب ولا يلعب بنفس الطريقه لا هو انا متاكد انه هيلعب بنفس الطريقه ما حمدي غالبا مش هيلعب هيلعب بمهند هيلعب بمهند اعتقد انه هيلعب مهند لانه مهند لعيب كويس 6-8 كويس بالظبط يلعب القصه في انك انت توظف اللعيبه صح هتاخد منتج صح لان اللعيبه دي لعيبه كويسه جدا منتخب مصر ظهرت قدراته النهارده لما حطينا كل واحد مكانه وما الفناش وحاولنا ان احنا نزود الناحيه الهجوميه بزيزو في نص الملعب لما قلت لك حصل تغيير في الطريق فدي حاجه برضو مميزه جدا انا متفائل باذن الرحمن ان شاء الله يمكن اصعب مباراه في دور الثمانيه مصر ومغرب صح يعني انت بتتكلم في تونس مع بوركينا فاسو ايكوال لكن تونس خبرتها اعلى بس بوركينا فرقه كويسه غينيا مع السنغال جامب مع الكاميرون مع ان جامبي عامل ماتش والراجل عامل تصريحات النهارده المدرب بتاعهم بتاع جامية ده متصريحات بنت لذينه ملهاش حل قطع في الدوره كلها وفي التنظيم وضرب يعني مش عايز اقول لك قال كلام النهارده غير هي البطوله كلها طبيعه انت الكلام بتاع المدرب البطوله كلها يا كابتن طارق فيها مشاكل بالجمله لا وبيشكك بقى في ايه ان انا مدرب كورونا لا غير كورونا انتوا بتعاملونا ان احنا منتخب من دول العالم الثالث يعني الفنادق الحلوه تدوها للكاميرون وتدوها للفرقه والفنادق الوحشه ناخدها احنا بقول لك عمل مؤتمر النهارده صحفي غير طبيعي هايل بصراحه هو بيتكلم مصلحه بلده يعني طبعا فاقوى عندك جامبيا وكاميرون كاميرون طبعا بحكم بس احنا يعني المركز الثاني اللي خلناه في المجموعه يعني بس ربنا يا رب يكرمنا زي ما انت قلت احنا الماتشات الكبيره اللي بنلعبها احسن بس خلينا طريقنا كله مليان اشواك يعني تونس كانت المغرب الكاميرون لحد ما توصل للسنغال يا كريم يعني. تونس واخده مركز ثالث صعدت احسن توالد بثلاثة بونت كسبت نيجيريا اللي واخد 9 بونت صح ما فيهاش معايير ولا معايير اتعب في الملعب وشقه زي النهارده كده تكسب اي تيم وانا بقول لك منتخب مصر لو بنفس الحاله دي مش هنخسر المغرب هنكسب ان شاء الله عظيم طيب كابتن محمد هنعمل ايه قدام المغرب بص المغرب رجعت فتره طويله رجعت المغرب تاني لتخوف زي ما كابتن طارق قال مدرب معاهم خليوزيتش ده مدرب رائع جدا معانا وعيت لعيبه كمان كويس لا هو مدرب كويس حتى كان مع الجزائر اختيارات عبد الجليل ممكن يكون معاك عندك مثلا
60 70 لعيب محترف بتاخد منهم 25. خد بالك المغرب بقى لها سنين عندها لعيبه كويسه سنين بس ما عملتش جيل زي دلوقتي غير مع خليل زيتش بصراحه. كان الكابتن جوهر الله يرحمه بيقول لك البلاد دي بتقفل على نفسها. الكاميرون قعدت فتره كانت بعيده عن البطولات وما كانتش بتاخد بطولات وقعدت 10 سنين كونت فرقه محترمه دلوقتي هي والجزائر. الجزائر برضو حدث ولا حرج على الفرقه بتاعتها. هو خليل زيتش برضو ده مدرب كويس وكل حاجه بس نوعيه اللعيبه زي شوف انتوا عديتوا 4-5 لعيبه. ده غير الديفنس اللي ورا. لا فرقه تقيله ده ما جابش خليل زيتش يعني ما جابش كريم حكيم زيتش ما جابوش. الدنيا اتقلبت عليه في المغرب برضو طبعا اتقلبت قوي. لا ده اتقلبت قوي يعني اتقلبت جامد جامد طبعا برضو بس هو صمم يعني انما المغرب فرقه تقيله بس زي ما كابتن طارق قال لو احنا انا بخاف من الكرات الثابته قوي يا كابتن محمد هي دي مشكله قصدي قفا عندنا يعني حكيمي 4 كور جاب كورتين واثنين في البوكس نفسه لا وكمان الكرات العرضيه الثابته عندنا مشكله فيها منظمين بشكل مش طبيعي فيها منظمين جدا زي ما كابتن طارق بيقول انا شايف ان احنا النهارده الميزه ان احنا ما عملناش فاولات كتير برضو على حدود منطقه عشان زي ما قلت لك الثلاثه فايقين بتوع نص الملعب كريم المغرب لما بتلاعب دوله من وسط وجنوب افريقيا غير لما بتلعب مصر مختلف احنا مختلفين وهم كمان بيبقوا مختلفين انا عارف انا عارف بس انت كمان بتلعب بذكائك فاهمني مش معنى كده الناس تانية مش ذكيه لكن برضو الكرات العرضيه دي عد كده سواء المنتخبات او الانديه الافريقيه انت بتكسبهم بكره عرضيه طول عمر الافارقه كره عرضيه اعمل اوفر هيقلش على طول صح. حتى لو هو بيلعب في برشلونه هي برضو فاهم قصدي هي قصة كده قصة احنا عندنا تركيز اعلى في قصة لما تيجي تلعب منتخب كبير ال اقول ايه ليها كده لفظ يا رب اعرف اجيبه الحالة الانتباهية بتاعتك بتبقى عالية قوي فاهم احنا كنا بنلعب المغرب 86 بتيم قد ده 100 مرة بدر بلا وكريم وتيموم واحنا ما فيناش ولا لاعب محترف ما عندناش لعيب محترف 86 وكسبناهم الحمد لله صحيح ليه؟ ان لما بتلاعب فرقه زي ما قلت لك عاليه ونفس الليفل بتاعك لا انت بتتفوق بالشكل كبير تركيزك بيزيد بالظبط هي مع المغرب والجزائر انت بتبقى 50-50 نفس الذكاء طبعا انت وهو نفس الذكاء عايز تقول لي حاجه واحنا في الفاصل عن مصطفى محمد بلاش ايه ده؟ مش عاجبني بلاش مش عاجبني بلاش انت عارف ليه انا عايز يقول عشان كان نفسي نناقشه يا كابتن طارق هقول لك تناقشه في ايه بس انا مصطفى محمد في الناشئين كنت بحبه قوي لا مش هقول على اللي عمله بقول اللي عمله دوت وحش يعني كنت بحبه في الناشئين قوي طول ما هو في البوكس يتعمل له اوفرات يجيب الجون كويس هو الفتره دي مش مركز او ما بيلعبش على الجون كتير ما بحسش ان هو على الجون عايز يجيب جون يعني بينزل كتير يمكن الراجل بيقول له كده ينزل يعمل يصنع لعبه وهي دي مش بتاعته بس هو مش كانش بيصنع لعبه بس النهارده كابتن عبد الجليل هو كان بيغطي الدور جاب كام جون في البطوله كان بيغطي الدور بتاع محمد كام جون في البطوله هقول لك هنمشي والله يعني هتفق معاك ما تقلقش بس النهارده هو بيعمل الدور بتاع محمد صلاح بتاع العوده في ناحيه اليمين كان بيغطي كويس جدا وكان بيدافع بشكل كويس جدا وعمل شغل اداء النهارده عمل مجهود كبير انت طبعا انت هتيجي تقول لي ان المهاجم في النهايه هداف يسجل اهداف بس النهارده الفرقه كلها مع محمد صلاح يعني ما جاب جول في البطوله محمد صلاح عامل 5 النهارده اسيست لواحده للسوليه واثنين لتريزيجيه بس مصطفى محمد حاول برضه يا سيدي انا ما بقولكش لعيب وحش انا بقول لك ده كان من احسن لعيبه في الناشئين كان مكسر الدنيا بس انا عايزه يهتم شويه لا ولما طلع فريق اول كان مكسر الدنيا برضه بالظبط من ساعه لما احترف ورجع مصطفى محمد من غير باكين وونجين بيتاثر اداء تقصد عايز اوفرات بالظبط هي دي ميزته لاحظ كده حتى في جلطة سراي حتى لو كرة على الارض يا كريم بس بالعرض مصطفى ما بيعرفش يواجه غير في حاجات قليله جدا يعني مثلا يصلح ويشوط اوكي انما في الكور العرضيه هو مميز جدا وبعدين بيطلع على الدور السابع فاهم وبعدين بيوجه هو فروي بيوجه بيوجه فهي قصه مصطفى لازم يبقى فيه ونجين يعملوا اوفرات او باكين يديك اداء راجل ما ينزلش كتير انا ما مصطفى محمد في جوه الصندوق صح ما فيش حاجه اسمها انزل تحت صح في ناس تنزل تحت كتير وتشتغل تحت وتقطع تحت اكيد دي تعليمات مدرب
ما هو برضه كابتن انا برضه يعني ما يعني انا منتخب مصر انا لازم اوفرين ثلاثه. بصراحه كابتن محمد ما بقاش فيه مهاجم دلوقتي بيفضل في الصندوق يعني كل المهاجمين بيشتغلوا كده في العالم دلوقتي. هو ليفربول بيلعب بمهاجم بالظبط كده يعني ساديو ماني وفيرمينيو وصلاح الثلاثه بنزيما بيروح ياخد الكره من عند بنزيما بيطلع وينج ليفت كريستيانو كان نفس الكلام يعني ايوه كابتن كريم هو الاسترايكر الثابت ده ما فيش ستايل مصطفى محمد ستايل مصطفى محمد زي كمال عبد الحميد زي حسام حسن هو لازم يتطور ما هو خلاص القصه دي ما بقتش موجوده فعلا في العالم زي ما الكابتن ما بقتش موجوده خلاص المهاجم اللي هو بتاع الصندوق ده ما بقاش موجود حلو عارف اللي بيشتغل الحته دي ممكن شريف بيجري هنا وبيجري هنا وبيجري هنا بس مصطفى ده اي كره ده لو لعب معاك انت اوفراتك اللي بتعملها من الجزيره وتروح متعوقه لو لعب معاك انت عندك ليفاندوفسكي مثلا احسن لعيب في العالم ما بيتقدش بموضوع ال 18 ده بس في الكورات العرضيه هو بيشتغله صح صح. ليه هو جسمه كويس عنده توجيه برجله او اليمين او الشمال او الهيدز محترم عامه ليفاندوفسكي يعني ده حاجه بيجيب كل حاجه صح كده كابتن طارق شرفت ونورت حبيبك يا دايما بتنورني وبتشرفني شكرا جزيلا لحضرتك كابتن محمد دايما بستمتع بوجودك كالعاده حبيبك كريم شكرا كابتن محمد سعيد ان انا موجود مع ليلو النهارده حبيبنا كلنا حبيبك بقالي كتير ما شفتوش حبيبك كابتن حبيبي لسه مكملين مع حضراتكم شويه بقى ارقام وتحليلات من مباراه اليوم مع زميلنا العزيز مروان الشافعي بعد هذا الفاصل خليكم معانا